إليك عندي عرض مهم. شو هو؟ قول شو هالعرض بقى؟ أنا بكمل تنظيف البيت وانت اشتغلي على السيناريو، وبهالطريقة بصير عندك وقت لحتى تقابليهم. انت رح تشتغل شغل البيت؟ إذا هيك موافقة. يلا مسوك منيح، مسوك مسوك مسوك، ما تتمايع بالشغل، مسوك بقوة، شبك عمال مثلي هيك انفضوا. تمام منيح. برافو عليك. لك بس فهميني انت كيف بتطوي هدول الشراشف لحالك معناتها؟ ما بطويه. عفوا كيف يعني؟ يلا شد شد من هنيك، شد، يلا يلا شدوا. برافو برافو برافو. ايه شدوا، لا مو هيك جان، يلا شد شد. برافو. ايه هيك. بس ما تكون توجعت جان. ليك بعد ما تطوي هالشراشف بتنزل لتحت، ولا تنسى تجيب مكنسة الكهرباء، عندك شغل كتير. ليكي فتون، أنا جبت المكنسة، شو عمل فيها هلأ؟ إذا بدك تصور معها صورة للذكرى لنعلقها. على فكرة دمك كتير خفيف، لك قولي شو بدي أعمل. خلصين، روح حط الفيش بالبريز وشغلها. أي وين البريز؟ معقول ضيعته؟ خلاص فتون، ليكو هنيك على الحيط. وقف 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 جان، مو من هون تبلش شغل. ها؟ تعال بلش من الصالون. أنا آسفة تشردقت. ما بعرف شو عم يصير لي. فهميني شو انت قصدا عم تعملي هيك فتون؟ تشردقت القصة مو بايدي. حاجة توسخيلي الارض بقى، بدي اخلص تنظيف، والله تعبت. ايه لا انت هيك ما رح تخليني اعرف اكتب ولا كلمة واحدة. شو هالمسخرة هي؟ مثل ستات البيوت اللي خلقهم براس مناخيرهم. العمى شو هاد ما بينعطى وش؟ بدي اخنقك انت والهامك وادفنكن مع بعض. شو حكيت؟ ولا شي، أنا ما عم بحكي معك. أمني؟ بالمناسبة ليك في كتير فتافيت هنيك حياتي، مو تشتغل من أفا إيدك؟ بدي البيت مثل الليرة. يلا حياتي دوبك تلحق شغلك. قالت شردقت القصة مو بإيدي. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın, sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. إذا مسحت هيك ما رح يتلمع، رح يصير في غباش، لمعه بالجريدة بيصير مثل الفلة. روحي من وشي فتون.
لك عم تشتغل وتشتغل شبك؟ ليك كيف بيترك علام هيك؟ لا تمدي ايدك لهون، لا تلمسي شي. على قلبك ان شاء الله. لا لا، تعالي لقلك صحة بطريقتي الخاصة. قربي لشوف قربي قربي. خايفة؟ تعالي تعالي. ولا انت هيك عم تهدر المي؟ تعلم كيف تكون حريص ببيتك. يلي عم تعمله غلط وحرام. انا ما عاد فيني اتحملك ابدا، رح اتصل والغي المقابلة. نفدت. هلكت من الشغل.